كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. لا زال المغرب يوالي مجهوداته الدبلوماسية الجبارة مع الدولة الشقيقة ليبيا. اليوم كان لقاء بين السيد بوريطة نصر وزير الخارجية المغربي وأيضا صالح رئيس البرلمان الليبي. ليبيا كما تعلمون لا زالت تواصل مجهوداتها تحت الرعاية المباشرة للدبلوماسية المغربية. نواصل معكم هذا المشوار للتعرف على فحوى اللقاء بين السيد نصر بوريطة وزير الخارجية وأيضا صالح بارقة رئيس مجلس النواب الليبي. عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي ليقوم بهذه الزيارة إلى المملكة المغربية. ترحيب باسم جلالة الملك باسم الحكومة المغربية معالي المستشار. دائما زيارته هي زيارات مهمة بالنظر إلى الدور الهام، الدور الفاعل، الدور الأساسي، أحيانا الدور الحاسم، ولتجديد الدعم التام للمملكة المغربية له لمجلس النواب ولكل المؤسسات الشرعية في ليبيا. كتكون كذلك مناسبة لتأكيد المواقف الثابتة للمملكة المغربية من هذه المسألة. اليوم كاين مرحلة مهمة في ليبيا، وبحال في المراحل السابقة دور معالي المستشار عقيلة صالح ودور البرلمان الليبي هو دور أساسي، انطلاقا من شرعيته، انطلاقا من امتداداته الترابية، انطلاقا من تمثيليته، وانطلاقا من الدور اللي كتعطيه الاتفاقات الليبية والاتفاقات أو النصوص القانونية اللي اتفق عليها الليبيين لهذا البرلمان للمضي قدما نحو تحديد معالم مرحلة انتقالية اللي غتؤدي إلى انتخابات لحسم نهائي لمسألة الشرعية في ليبيا. فكانت فرصة لتجديد الثقة ودعم المغرب التام للمستشار للبرلمان، وتأكيد على أن المغرب يرى في هذا دور أساسي. قبل ذلك كان عندي مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة المعين السيد عبد الحميد دبيبة لتأكيد كذلك نفس المواقف ونفس الدعم لهذه المرحلة المهمة. المغرب يعتبر بأن إخراج سريع للحكومة الليبية المؤقتة هو عنصر أساسي لتدبير المرحلة الانتقالية. عندما قام الثورة 17 فبراير انتخبنا مجلس من المجلس الوطني، لم يقم بمهامه، طلب الشعب بانتخابات، انتخب البرلمان الحالي في سنة 2014 وهو مستمر هذه اللحظة. ليبيا تعرضت لمشاكل كما تعلمون، ومحاولة الفتنة وتدخل الأجنبي بين الليبيين حقيقة وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. في أبريل 2020 قدمت مبادرة أعلنت من القاهرة ولكنها صدرت معروف، قدمت برنامج مقنع للنواب فتقول أن ليبيا تتكون من ثلاث أقاليم، يجب هذه الأقاليم تشارك في السلطة، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ليبيا، كذلك المناصب السيادية المعروفة مثل البنك المركزي والديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية. كان مجهود كبير من السيد وزير خارجية المغرب لاجتماع أطراف ليبية، واتفقت على حلحلة هذا الأمر، وبالفعل تم الاتفاق، وفي الأيام القادمة سنقوم بتنفيذه. أخيرا توصلنا إلى اجتماع في جنيف وأفرز سلطة منتخبة، رحبنا بهذه السلطة وتمنينا لها التوفيق. القارح أبو سالم، وزارة الخارجية، الرباط، كافان كاتر تي في. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.